نرحب بكم مشاهدينا الاعزاء في هذه الجوله من الان. يلتقي اليوم وزير الخارجيه سامح شكري اللواء جبريل الرجوب امين سر اللجنه المركزيه لحركه فتح، ومن المقرر ان يبحث الجانبان سبل تسويه القضيه الفلسطينيه وملف المصالحه في ظل التغيرات الاقليميه والدوليه الاخيره. وللحديث عن هذا الخبر ينضم الينا الاستاذ محمد حماده نائب مدير تحرير جريده الاهرام والمتخصص في الشؤون العربيه. صباح الخير يا استاذ محمد، ولو تحدثنا عن هذا اللقاء الذي يجمع بين وزير الخارجيه سامح شكري وامين سر اللجنه المركزيه لحركه فتح. من المعروف طبعا ان موقف مصر ثابت ودائم تجاه القضيه الفلسطينيه ولم يتزحزح يوما، ودائما ما تاتي على راس اولويات السياسه الخارجيه، لكن لابد ايضا ان نضع في السياق ان هذا اللقاء ياتي قبل ايام قليلة من القمة العربية الأوروبية المقرر عقدها في مدينة شرم الشيخ. بداية صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. مصر تولي اهتمام كبير بالقضية الفلسطينية. نحن نعلم أن القضية الفلسطينية هي قلب الفكر والعقل المصري، وليس فقط مصر ولكن أيضا العالم العربي أجمع. نعم. الوزير سامح شكري سوف يلتقي ظهر اليوم باللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، ومن مقرر عقد جلسة مباحثات مشتركة في بحث سبل المصالحة بين فتح وحماس وآخر التطورات على الأرض الفلسطينية، وخاصة ملفات المساعدات الإنسانية وأيضا سبل تحقيق مصالحة حقيقية ما بين فتح وحماس. نحن نعلم أن مصر كان لها دور كبير في إعلان القاهرة 2017، إعلان القاهرة 2018، وهناك العديد من الوفود سواء كان من فتح أو من حماس تأتي إلى مصر لتحقيق والتوصل إلى تسوية سليمة للقضية الفلسطينية والمصالحة الفلسطينية. الوزير سامح شكري خلال الاجتماع الوزارة التشاور المصغر مع الجانب الايرلندي بالعاصمه دبلن اكد على ان لابد من التعامل مع الاوضاع الانسانيه الصعبه في الاراضي الفلسطينيه المحتله بالاهتمام، وضروره ان يتحمل الجانب الاسرائيلي مسؤولياته ذات الصله كقوه احتلال. نحن نعلم ان القانون الدولي يحمل اسرائيل المسؤوليه الكامله عن حمايه أبناء الشعب الفلسطيني وتحقيق سبل العيش الكريم للمواطنين العزل من أبناء الشعب الفلسطيني. أيضا سيتم التباحث في تقديم المساعدات وسبل تقديم المساعدات الاقتصادية والتنموية لمواجهة الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة، على قطاع غزة ومسؤولية الاحتلال عن هذا الحصار. لكن دعني يعني أخص ما يتعلق بالشأن السياسي. حضرتك ذكرت أن كان هناك اجتماع وزاري في دبلن، سبق هذا الاجتماع الوزاري كان هناك أيضا اجتماع وزاري على مستوى وزراء الخارجية مكون من 6 أو 7 دول في عمان أو في الأردن منذ أقل من شهر، وأيضا كان هناك ما يتعلق أيضا بالقمة العربية الاقتصادية، وكان هناك اجتماعات وزارية. ربما هذه الاجتماعات تدور حول ما يمكن أن يعني من يقدم تجاه القضية الفلسطينية من حلول سياسية. لابد أيضا أن نذكر أن وارسو اجتماع الذي كان في وارسو لعدد من الدول الإقليمية والدولية برعاية الولايات المتحدة لم يتعرض تماما إلى وارسو، وربما كان هذا نقطة سلبية تجاه هذا المؤتمر. لكن دعني أعني ما أو أخص ما يتعلق بالاجتماع الذي سوف يعقد بعد أيام قليلة في مدينة شرم الشيخ، وهي القمة العربية الأوروبية. على هامش أو على أجندة هذه القمة العربية ما يتعلق بوضع حلول سياسية أو مباحثات لتحريك العملية السياسية تجاه الفلسطينيين والإسرائيليين. القمة التي سوف تعقد، القمة العربية الأوروبية التي ستعقد 24 المقبل، ستناقش العديد من الملفات، ستناقش ملف الإرهاب وكيفية التصدي إليه، ستناقش أيضا الهجرة غير الشرعية وسبل مواجهتها، وسوف تناقش أيضا القضية الفلسطينية كمحور ارتكاز ومحور أمن واستقرار في منطقة الشرق الأوسط. نحن نعلم أن مؤتمر وارسو لم يخرج بما هو جديد بالنسبة للقضية الفلسطينية، وإنما كان يناقش الإرهاب في المنطقة والتدخلات الإيرانية في منطقة الخليج العربي، بالإضافة إلى هناك طرح للقضية الفلسطينية ولكن على هامش هذا المؤتمر دون الاهتمام به كجزء هام في المعادلة.
بل بالعكس هناك بعض التصريحات من بعض المسؤولين الأمريكان أن هناك اتفاقيات سوف يتم الإعلان عنها خلال الأشهر المقبلة، خاصة بعد الانتخابات الإسرائيلية التي سوف تعقد في إبريل المقبل. نحن إذن أمام حالة من حالات الجمود في الموقف الفلسطيني، وبالتالي مصر تحاول بقدر الإمكان أن تطرح القضية الفلسطينية، ولعل مشاركة محمود عباس الرئيس محمود عباس أبو مازن في الاتحاد الإفريقي وطلبوا الدعم الإفريقي للقضية الفلسطينية العادلة وضرورة تحقيق الدولتين سواء والدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، ومن هنا تأتي القضية الفلسطينية سوف تعرض على القمة المقبلة التي ستعقد في شرم الشيخ لمحاولة لحلحة الأزمة ومحاولة تحريكها للوصول إلى حل وتسوية سليمة لمصلحة الشعب الفلسطيني. نعم الأستاذ محمد حمادة نائب مدير تحرير جريدة الأهرام والمتخصص في الشؤون العربية، شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة. ولمزيد ايضا عن هذا الخبر ينضم الينا دكتور ياسر طنطاوي المتخصص في الشان الفلسطيني. برحب حضرتك يا دكتور ياسر على اكسترا نيوز، وبالتاكيد هذا اللقاء الذي يجمع بين وزير الخارجيه سامح شكري واللواء جبريل الرجوب امين سر اللجنه المركزيه لحركه فتح ربما ياتي في اطار المواقف الثابته والراسخه للدوله المصريه والسياسه الخارجيه المصريه تجاه دعم الاشقاء الفلسطينيين والشان الفلسطيني ودعم الثوابت الفلسطينيه التي ترتكز عليها في قضيتهم مع الاحتلال الاسرائيلي. في أي سياق يمكن أن تضع هذا اللقاء، يعني لا سيما أنه يأتي بعد ساعات قليلة أو بعد أيام قليلة من القمة العربية الأوروبية المرتقبة في شرم الشيخ؟ دكتور ياسر؟ أيوة فندم. نعم أعيد عليك هذا السؤال، يعني ما دلالة هذا اللقاء الذي يجمع بين وزير الخارجية سامح شكري وبين اللواء جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتحة في سياق الدعم الثابت والراسخ للدولة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، لا سيما أن هذا اللقاء يأتي قبل يومين تقريبا من القمة المرتقبة القمة العربية الأوروبية؟ الحقيقة إن مصر لا تترك مناسبة أو أي شيء متعلق بالقضية الفلسطينية إلا وتكون مشاركة فيه. مصر ممثلة في وزير الخارجية سامح شكري بالفعل يعني شاركت في الاجتماع الوزاري التشاور المصغر والذي دعا إليه الجانب الأيرلندي للتباحث بشأن آخر المستجدات المتعلقة بعملية السلام في الشرق الأوسط. فموقف مصر يعني ثابت دائما بشأن القضية الفلسطينية، وهو متعبر عنه دائما في كافة الاجتماعات اللي بتشارك فيها وكافة التصريحات الرسمية اللي بتصدر عنها بأنه لا سبيل لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط إلا عبر التوصل لسلام دائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأفضل الأشكال المفتوحة اللي هي مصر بتأكد عليها دايما تحقيق السلام وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود 67 تكون القدس الشرقية عاصمة لها. يعني حتى اللقاء يعني اللي هيقوم يعني وزير الخارجية مع اللواء جبريل رجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح دوت يعني في سلسلة برضه اللقاءات الاجتماعات المشتركة اللي دايما بتعقدها مصر مع الجانب الفلسطيني للتباحث بشأن القضية الفلسطينية. فدور مصر يعني في سبيل دعم ومساندة القضية الفلسطينية لا أحد يستطيع أن ينكره أو أن هو ينتقص منه. نعم. فمصر يعني شاركت يعني
منذ بدايه القضيه الفلسطينيه وشاركت بدماء ابنائها في الدفاع عن القضيه الفلسطينيه، وهذا يعني يعتبر ليس منا من مصر وانما هو حق يعني في اعماقنا تجاهنا القضيه. يعني مصر قدمت الحقيقه يعني عشرات الالاف من الشهداء وعشرات الالاف من الجرحى والمصابين حصيله اربع حروب قضتها يعني ضد اسرائيل، استندت مصر فلسطينيين في الانتفاضه الاولى والثانيه. كما ان مصر ايضا تراعت برفض قرار الامريكي دونالد ترامب بان من القدس عاصمه لاسرائيل ونقل السفاره الامريكيه من تل ابيب الى القدس. نعم، وفي هذه النقطه تحديدا دكتور ياسر، هل بات العرب يراهنون على موقف اوروبي او ربما رؤيه اوروبيه تجاه حل القضيه الفلسطينيه، خصوصا نحن حضرتك تحدثت عن هذا المؤتمر الذي عقد في دبلن، وانا كنت اسال حضرتك عن القمه العربيه الاوروبيه، فهل بات العرب يراهنون على حل اوروبي بديلا عن الحل الامريكي الذي يراه العرب غير عادل تجاه القضيه الفلسطينيه؟ والحقيقه ان الولايات المتحده الامريكيه ضربت بعرض الحائط كافه القرارات الدوليه وكافه القرارات التي صدرت عن الامم المتحده ومجلس الامن، واعتمدت على فكره القطبيه الواحده، وذلك بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وللاسف الشديد يعني ساندت بشكل كبير الجانب الاسرائيلي على حساب القضيه الفلسطينيه، وذلك من اجل توجهات او رؤى سياسيه ومن اجل ايضا مصالح انتخابيه أو ما شابه ذلك. يعني التوجه بالفعل العربي هو توجه إلى الجانب الأوروبي، مصر تعقد العديد من المباحثات مع الجانب الأوروبية، بس للأسف الشديد يعني لو رجعنا إلى الوراء قبل تولي ترامب عقدت قمة كبيرة جدا وشارك فيها الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وعدد من المنظمات الدولية وكافة وعدد كبير جدا من دول العالم، وكلهم أكدوا على ضرورة مساندة القضية الفلسطينية والحقوق العادلة للشعب الفلسطيني، لكن للأسف الشديد عندما تولى الرئيس ترامب يعني لم ينظر إلى كافة هذه الأمور، وابتدى إن هو يتحرك يعني تحت مسمى يعني ممكن نحن نقول عليه البلطجة الدولية، لأن هو لا يعني كافة. وعلى ذلك هل ترى أن الاتحاد الأوروبي في حلم من أمره لكي يطرح رؤيته أو يطرح حلول معينة تخص حل القضية الفلسطينية؟ هو الحقيقة يعني هناك العديد من الحلول، لكن لو نظرنا سنجد ان مصر الحقيقه هي حتى في المؤتمر الاخير الذي عقد مع الاتحاد الاوروبي هم يعتبرون مصر هي قاطره تحقيق السلام في المنطقه، وهي الرؤى التي وضعتها منذ تعاملاتها مع القضيه الفلسطينيه وحتى الان، وهي الرؤى الثابته، هذه الرؤى هي التي ستسير عليها او التي سيؤكد عليها الاتحاد الاوروبي او كافه الدول المشاركة في أي مؤتمر متعلق بفلسطين، لأن مصر هي أقرب إلى القضية الفلسطينية وهي التي تعلم ما هي الحلول التي يمكن أن تقدم إلى القضية الفلسطينية أو التي تصلح للتعامل مع الشعب الفلسطيني. فمصر يعني هي كشعب وقيادة لم يتخلوا أبدا عن فلسطين وشعبها، وبيحاولوا قدر الإمكان يعني إن هم يركزوا على القضية ويحاولوا إن هم يتباحثوا مع قوى أخرى كالاتحاد الاوروبي من اجل ايجاد صيغه او رؤى معينه. نعم. لحل هذه القضيه. هل تتوقع ان يكون هناك رؤيه موحده قريبا بين العرب والاوروبيين تجاه حل القضيه الفلسطينيه؟ للاسف الشديد يعني مصر تبذل قصارى جهدها، والدول بالفعل الاوروبيه ترى ما يعانيها الشعب الفلسطيني، لكن اسرائيل بتحاول خلال هذه الفتره ان هي تستغل يعني كل استغلال او اكبر استغلال لوجود ترامب في السلطه وقوى الولايات المتحده من اجل تنفيذ رؤى خاصه بها على الارض غير متوافقه مع القوانين الدوليه وغير متفقه مع القرارات. نعم. التي صدرت لصالح القضيه الفلسطينيه. نعم دكتور ياسر تطاول المتخصص في الشان الفلسطيني، شكرا جزيلا لك، حدثنا عن لقاء وزير الخارجيه سامح شكري اليوم مع امين سر اللجنه المركزيه لحركه فتح، شكرا جزيلا لك على هذه المتابعه والمداخله. بهذه المداخله مشاهدينا الاعزاء نكون قد وصلنا لنهايه هذه الجوله من الان، القاكم على راس الساعه في موجز اخباري، شكرا لكم على طيب المتابعه ودمتم في امان الله.